بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة لإشاوة قوات الدعم السريع. أنتم حماة الوطن المواطن، السودان أمانة في أعناقكم، أحموا الناس وساعدوا الضعيف، تواصلوا مع المواطنين في الأحياء، أعرفوا احتياجاتهم، حاربوا المتفلتين والحرامية الذين يروعون الناس. الانقلابيين شغالين مؤامرات، عايزين يدمروا السودان وأهله، ونحن لهم بالمرصاد. نحن مستعدين لمساعدة وتوفير الخدمات الضرورية في أماكن سيطرة قواتنا. الشعب السوداني الكريم، الانقلابيين شغالين دعايات وشغالين نشاط هدام. انا الان متجول داخل القوات، في بحري موجود، في مدرمان موجود، في الخرطوم موجود، في شرق النيل موجود، والان هم بروجوا لمقتل محمد حمدان. فدي دعايات ودي كلها اكاذيب بدل على ان هم مغلوبين. عشان كده هم الان يعني فكوا الدعايات دي. انا الحمد لله موجود داخل القوات، وانا لو استشهدتها زيه زي افراد قوات الدعم السريع، ضباط وضباط صف وجنود. فابشروا بالخير ان شاء الله، الانتصار قادم. وبنقول لبرهان ان شاء الله، يا برهان انت عاجلا ام اجلا ان شاء الله هتكون في قبضتنا باذن الله. ما تشتغلوا بالدعايه، ما تشتغلوا بكلام المرجفين والمغرضين، والاسلوب اللي بيعملوا فيها كله اسلوب ما بتشبه السودانيين. صفوا فوق ابناء القبائل داخلهم، صفوا في اي انسان ما انصح لهم. الان مربطين العسكريين داخل المواقع العسكريه، اي عسكري داير يطلع من القياده هم بيضربوه بصفوه. صفوا كثير من الضباط، صفوا كثير من الافراد. فانا موجود الحمد لله بصحه تامه داخل قوات، داخل اشاوه قوات الدعم السريع، وابشر بالخير والنصر قادم ان شاء الله. صحيح السودان الان برهان دمر السودان تماما، دمر القصر الجمهوري، دمر كل الاماكن الحيويه، دمر البنيه التحتيه، دمر المصانع، دمر المؤسسات، دمر كل شيء، ما خلى شيء. ولكن ان شاء الله ينهض السودان باذن الله بسواعد ابنائه الوطنيين. واحنا بنقول للشعب السوداني ان احنا الان من قاتل من اجل الديمقراطيه، من اجل حمايه الشعب، من اجل محاربه الانقلابات. وهذا الانقلاب التاسع، وان شاء الله هنتكلم من يوم 11 ابريل لغايه اخر لحظه نقف فيها ان شاء الله، ونفضح كل مخططات الكيزانيه، مخططات الارهابيين، مخططات المتطرفين. والحمد لله الان قبضنا كثير من الامن الشعبي، قبضنا كثير جدا من القناصين، قبضنا كثير جدا من كتائب الظل، قبضنا كثير جدا من جهاز الامن والمخابرات. الان في سجوننا الان ضباطهم اتجاوزوا الالاف فوق السجون، افرادهم اتجاوزوا الالاف فوق السجون، وان شاء الله نحن لهم بالمرصاد وجاهزين باذن الله. وعندنا اولويات، نحن سكات ندل اولويات الشرفاء في القوات المسلحه. بنقول لهم برهان ما بينفعكم، الان الطائرين بيدمروا في السودان، برهان ما حيحميكم. دمر دارفور ونكر الطيارين، وقدام حكومه حمدوك وقدام الوزراء نكر الطيارين، قال انا ما عندي اي علاقه، وحينكركم يوم من الايام. لكن الدور ده المحاكم حتختلف يا برهان، الدور ده الوضع حيختلف يا برهان. ما زي المسرحيه اللي عملتها فينا 11 ابريل، الدور ده حيكون فيه محاكمات حقيقيه، محاكمات عادله، حتتقدم لعداله وتنشنك في ساحة الحرية إن شاء الله بإذن الله قدام الشعب السوداني. فأبشروا بالخير، نحن معاكم كشعب سوداني، ونحن من قاتل من أجل بلدنا. والآن استعانوا بمرتزقة، ونحن الآن موجود عارفين المرتزقة موجودين وين، وإن شاء الله نحن لهم بالمرصاد، وبإذن الله نحن نحاربهم وننتصر فيهم بإذن الله. والآن كل قواتهم اتشتتت، الآن كل قواتهم مدمرة تماما، ما عندهم أي شيء. الآن برهان قاعد له في نفق أكثر من شهر وما قادر يعمل أي شيء. ولكن إن شاء الله إحنا كل مخططات إحنا متابعينها، وكل أمور اللي بيعمل فيها إحنا متابعينها، أن إحنا منتصرين بإذن الله. وبنقول لك أشاوة قوات الدعم السريع أبشروا بالخير، وكل الناس تكون على قلب رجل واحد، ما تسمعوا كلام المرجفين، كل الأشاوة في الولايات. وإن شاء الله أنا في أي معركة إن شاء الله حتجدوني قدامكم ما وراكم بإذن الله. أبشروا بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.